يعني أعاق إلى حد كبير الإخاء والتسامح والمحبة اللي كانت سائدة في العالم العربي بالتأكيد، يعني ما حدث نعم من سيدي، تشريد للمسيحية، نعم ولكن بقي الأمل بالعالم العربي من خلال الأردن وفلسطين، نعم نعم معقود على مسيحية الأردن وفلسطين. كيف نعم ترى هذا الأمل يتجدد اليوم؟ نعم سيدي، يعني ما حدث في الفترة الأخيرة منذ اندلاع الربيع العربي ومنذ ما حدث في الموصل نعم وسوريا من تهجير قسري للعرب المسيحيين، بدأت المخاوف تزداد ونحكي خصوصا. بصراحة، يعني نعم هذه نعم فرصة نعم نتحدث بصراحة. وبكل نعم صراحة وأريحية، أصبح هناك هم نعم عربي إسلامي مسيحي مشترك، مم. لكن المكون المسيحي والمكونات الأقليات مم. بهذا المفهوم تعرضت أيضا لتبعات سلبية قادت لتهجير الكثيرين منهم. مم. نو الأردن وفلسطين هم بارقة أمل، لأن الأردن وفلسطين تاريخيا وعبر العصور نحن كنا نعيش بفطرة أخوية طبيعية يومية، ما كان حدا يقدر يميز المسلم من المسيحي إلا بالأعياد، وبالعكس الأعياد كانت إثراء وغنى، كنا نتبادل الزيارات والتهاني والحلويات وهلم جرة. الآن عندما نرى الأردن نعم وبالتحديد اليوم موقع المعايدة، موقع بالمختص، المعايدة نعم الحدث بحد ذاته له دلالة ورسالات كما أنا أقرأه، كبيرة نعم جدا حقيقة. في موقع مسيحي هام للغاية ضمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية، جميل جميل. فهذا يعزز الدور الأردني الهاشمي تجاه المحافظة على العرب المسيحيين وتثبيتهم في أحسنت أراضيهم وبلدانهم. أحسنت، أشكرك. أعزائي المشاهدين، أود أن أطلب منكم أن تتابعونا من خلال فيسبوك، وابقوا معنا بعد هذا الفاصل نعود. ابقوا معنا.